عندنا أمامي وعندنا ضيف في الكونفش روم. حياك الله عبد الله. الله يبقيك ويطول عمرك. حنا جبناك أمس، فمفترض ما نجيبك اليوم، لكن أنت صريت. من اللي أصر؟ أنت. صحيح. عندك شك؟ ليش تسأل طيب؟ لا بس أسألك أتأكد منك يعني. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. قول إيش عندك؟ ما عندي، بس باختصار يعني المفروض ان التصويت، علشان يعني لفيت جوالي يعلق، التصويت يكون نسبة، حط اسماء الفريقين وخلها نسبة، نهاية الفقرة صوت للفريق اللي تبي تشوف نسبته، الاعلى نسبة مبروك عليك. جميل جدا، انا مقترح اشوفه رائع جدا. اي الموضوع وجميل جداً. ما خطير، بس اقول لك شيء يا عبد الله، سم هذا الاقتراح اقترحته من شهرين. تدري ليش ما اقترحته من شهرين يا عبد الله؟ أنا والله توقعت إن كلامك يأثر، لأن فقرتكم دائما تأثر على الفقرات لو الثانية، كان من زمان. لكن اكتشفت أنها غير مؤثرة على فقرة الأمام. صحيح صحيح، عشان كذا يعني جاي عندنا تشتكي دامها مو مؤثرة. يعني لا مو أشتكي، بس علشان أوصل رسالة لهادي الصالح. طيب ليش دامها مو مؤثرة؟ بس ممكن يتابع الفقرة. أنا بسألك سؤال، سم أنت دام الفقرة مش مؤثرة وأنت مقتنع تماما أنها مش مؤثرة، من قال؟ ليش انتظرت كل هالوقت؟ من قال انها مو مؤثره؟ انت قلت. ما قلت يا ياسر، انت قلت شفت ان فقرتكم مو مؤثره. مش مؤثره على فقره امامي. شو قاله؟ قصدك على امامي؟ اي ياسر، اي ايه؟ انا اقصد ما هي مؤثره على فقره امامي. لا لا، لانه اي انا اتفق معك يعني. انت بيني قل ياسر عادي، انا بعطيك محاور افضل من ذي. لا لا، انا اتفق معك في هالموضوع، كون انه الفهيد يعني لا يؤثر فيه شيء، وهذا اشكال. والله العظيم هذا اشكال صدق. اشكال يعني انا شخصيا اعطيته افكار، انا شخصيا لو اشتريت التصوير قعدت معاه قلت يا محمد سوي كذا حط كذا واعمل كذا، انا شخصيا ولا اثر عليه. تدري ايش قال لي؟ ها رد علي رد افحمني صراحه، قال لي ضحك. اي ضحكته. طيب يا اخي انا معلش انا اختلف معه، هم عندهم هدف من عمليه السحب العشوائي في التاج، يبون التاج يطلع ترند عادي. انا ابي التاج يطلع ترند عشان اكسب جمهور جديد. صح كلامك عادي، لما يجي يدخل الجمهور، في ناس في جمهور يجي يدخل ترند. انا من الناس اللي اذا جيت ادخل تويتر ما تصف احيانا الناس اللي قاعد اتابعها، اشوف ترند اليوم وشو. لما القى مثلا ترند برنامج الذواق، ادخل ايش البرنامج هذا، تك تك اشوف مقطع عجبني اروح ممكن اشتري من خلالها ريسيفر المجد. طيب هذا نوع من التسويق يعني. عادل كلامك صح وانا ما اختلف معك في هذا الكلام، بس اسحب يا الفهيد بطريقه حلوه، مو تسحب مره واحده ويعلق جوالك وتختار الفريق اللي طلع لك ويلا مع السلامه بقفل الليله. طيب عبد الله، كنت يعني اتمنى انك تطالب هذا الامر ما هي باللحظه اللي جاء الضرر عليك. انت كم مره فزت في المطبخ؟ والله انا ما اذكر، لكن ما اعتقد اني ما تعرف تجاوب على سؤال بشكل واضح. والله ما اذكر كم فزت يعني، او فزت ولا ما فزت في حياتك في المطبخ. لا لا قد فزت. اكيد فزت باي طريقه؟ بالتصويت، بس كان يسحب. ايوه بس ما علق جواله. ايوه بالضبط. أي اليوم علق جواله على حظنا واختار فريق وقاعد يشغلنا ابو امجاد ان يجيب. طيب هذه ما نطالب فيها تغيير الفقره، طالب فيها انه يشتري جوال جديد. محمد الفهيد ما له علاقه بال. لا لا حط نسبه عشان على طول يدخل ما يعلق. لا مو بنسبه يا محمد الفهيد، ادخل ابو ابراهيم، ادخل صافره وطالب محمد الفهيد بشراء جوال جديد. ما يشتري جوال من جوال الشيف، ولا اخصم عليه من الراتب. لا يشتري جوال ما بيكلف عليه، من جوال الشيف اسحب. سام من جوال الشيف. جوال الشيف خربان زي جوال محمد الفهيد. جوال ابو ابراهيم من الاعداد يسحب يقول لا ابو ابراهيم. احنا نثق بابو ابراهيم ان شاء الله، كلنا نثق بابو ابراهيم. تو يقول ابو امجاد تحت الهواء فرحان ان التصويت لصالحه، قلت لو انها عليك ما قلت ذا الكلام. صح. قال لان اصلا قد خسرنا من التصويت والان قد استوت. وقد اشتكى من التصويت. اي نعم صحيح. لكن انا عندي مشكله يا ابو لتين يا ابو هيف. تخلي الفريقين متعادلين لماذا؟ ليش تخلي التصويت هو المحك يا اخي؟ والله لا يمكن ان يكونوا متعادلين مهما يعني بلغوا من التساوي في اعداد الطبق وكذا. يا رجال حتى درجه الفرن ما احنا متساويين فيها، ما في طعم متساوي نفس الزمن. يعني انا حريص اني افعل الهاشتاج كذا على حساب العداله. هذه الاشكال ترى، اذا جينا نتكلم عن موضوع العداله وكذا يعني بندخل في بحر ما الله به عليم. لكن انا اتكلم عن مساله انه كلنا نتفق، خلينا نتفق كلنا انه الشباب ما عندهم، ما عند جدتي في الطبخ. حلو. لا والله جدتي تطبخ ما شاء الله عليها، الله يرحمها ويغفر لها، كانت والله ندق في الصحن، ما عندهم سالفه تمام في الطبخ.
هذا متفقين، بس معقوله حتى الشكل نفس الشكل، النظافه نفس النظافه، هم يبغون يخلوا التصويت هو المحك. اللي انا اعرف ان التصويت يضيف يحرق غند، هذا اللي انا اعرفه. يعني مثلا تسويت انا ويا ياسر، هو التصويت هو 30 35 مثلا، ها التصويت مثلا 5 غند خذيته انا، انا افوز على ياسر. اي بس هم بس ما انتم متساويين، مصيبه مصيبه هذه. اي عطني انا ايش مصيبة. ايش التساوي اللي قاعد يصير؟ وبعيدا عن مبدا المطبخ، انا ما ابغى والله اسولف موضوع المطبخ لانه والله استهلك البر خلاص، ما بقى الا اسبوع ضار وتقفل البر رجال. حسيت الله حتى انهم جايين الفقره بدون نفس الفهد يسحب بسرعه. لا 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 انت اخر واحد تتكلم يا عبد الله، لما تفوز جيت مستانس ولا علقت، لما خسرت الان جيت وكبيت العفش كله ومن غير نفس ومش عارف ايش. يا جماعه احنا لا نتكلم في شيء. لا اله الا الله ياسر. الحين اذا انا مثلا فزت سام، اذا انا فزت مثلا إيه؟ انت متوقع اني بجي حتى لو طريقه سحبه زي اليوم؟ اكيد ما راح اجي. لا بس لما إيه؟ لان عندك مبدا انت ان إيه؟ هذا ما يحقق العداله سواء فزت انا او خسرت. عندي مبدا بس مبداي هذا تكلم فيه ابو ابراهيم وتكلم فيه قامه مثل ياسر، من اللي كيف اتكلم فيه بعده؟ خلاص. طيب بقول حاجه، بقول الله يرفع قدرك على كلمه قامه، بس ما تعزيزك ما راح يخليني اغير مبداي. ابرجع بس على موضوع العداله ومبدا العداله، وادري اسف على الشطحه لكن ما راح اتطرق لها بشكل كبير، راح اتكلم عليها ب 30 ثانيه. زين تسمح لي شيء بقول شيء بس بقول شيء. انت اول موضوع ما يخصك، قلت اني انا ما اثرت على الفهد، فكيف تبي عبد الله البسيط اعلاميا جميل ياثر على لا لا انت مو بسيط اعلاميا، ترى ما له دخل في مطالبه بحقك، ما له دخل التجارب. شوف شوف بقول لك حاجه، احنا لما نتكلم عن تجارب اعلاميه ونتكلم عن صناعه واقع هنا نتكلم اعلام، لكن لما تطالب بحقك ولما تسوي حاجه بعيده عن العدل هنا ما له دخل الاعلام في الموضوع. هنا نتكلم كانسان بالضبط، كإنسان سوي طبيعي. عموما نرجع إذا كنا نتكلم عن مبدأ العدالة، أنا يمكن وصلتني تغريدة من التغريدات لأنه نفس حسام بلكني قال لي ياسر فلان، ياسر هو آخر من يتكلم عن مسألة الحلال والحرام، كونه مسوي كذا وكذا وكذا، ودخل في ذمتي ودخل في نيتي ودخل في كذا، وتكلم عن أمور غير صحيحة وغير صادقة في أحد الردود. أنا ما أبغى شخص الموضوع أكثر وأكثر، لكن أقول والله ولا أحبني أقول والله ولا قلتها مرة أنا، ولكن هذا الشخص سبحان الله لأنه كذب وتلون وقال كلام مو صحيح، فأنا حسيبك أمام رب العالمين بإذن الله تعالى. طيب يا عبد الله أنت قلبك كبير يا ياسر، وأتمنى أنك تسامح. لا والله ما سامح. عموما نرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا يا عبد الله. في مقطع ودي أوريك إياه إذا ممكن. لا اله الا الله. وبسألك عنه بعدها ها، وابغى جواب بصراحه. تكفى جاوب اول مره تجاوب حياتك ممكن؟ ابشر يا ياسر يلا خلنا نشوف. انا كل مره اجاوب توعدني بس ولا ما طلع المقطع؟ توعدني تجاوب كل مره معكم وانا اجاوب. عبد الله لا تسلك. لا بالعكس. اي طيب انا لا جيت هنا تصير الشفافيه ألف. عبد الله اي هي شفناها امس، بتجاوب على السؤال على المقطع؟ بجاوبك. يلا خلنا نشوف المقطع. لا يتنازل اثنين بدون الثالث. احنا معكم يا اي ثالث، الثالث ده ما يسلم علي ما يسولف معي. قل خلي يسلم عشان افتح معه مواضيع. شوف يصد اسبوع يسلم واسبوع يتصدصد مع رجس العيال في البيت. شوف قسما بالله تقول ماسكن علي شيء. هل كنت تمزح؟ هذا على فكره مقلب متفق عليه انا وهاني بدر. ليه؟ لانه كان يتفق مع هاني يسوي فيني مقلب، فقلت اتغدى قبل يتعشى. شكرا يا عبد الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا. طيب في مداخله ظاهر بشكل عاجل من عامر اذا ممكن. في احد يعلق على امامي؟ لا إيه؟ اي نعم اي تفضل. اتمنى يدخل هادي يوقفهم عند حده، ان لم يفعل انا عندي مشكله مع الاستاذ هادي. يوقفهم وش يسوي؟ كيف؟ وش يقول؟ يعطيهم اليه ما يعرفون، هم يبتكرون اليات مناسبه، يعطيهم آلية يقترح عليهم بس بقرار وليس اقتراح. طيب عامر حياك الله.